صباح اللي صباح او صباح يا مسلي مساء مساء صبحنا اليوم الدريوي ويلا جيمس بوند من جوا شو وراها خالد يبغى انك صغير سبوقه اي سبوقه قطع الحلقه وعلقها مع صاحبك امش اول جوله لنا اليوم في حديقه هالقوط لكن الواحد ينتبه لا يخلي شيء من متعلقاتها الشخصية بينه لأنها يمكن تلقطها منك. في الحديقة القرود تتجول على كيفها وانت تمشى من بين يعني على ما يقولون حياة طبيعية لها وانت عايش كأنك عايش مع القرد مع قعيشة كأنك عايش مع القرد في الحديقة كلها قرود وكلهن بس خلك حذر قبعت بينهم تهاوش طح 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 خلف القرود مباشرة تدخل محل كيف هذا والله ما ادري وين بيودي انا بطلع فوق بروح اشوف وين بوديني العالم كلها تمشي هنية ما يدرون ايش وقع الكهف يروحون فوق ويرجعون ادري في خفافيش لكن ها فوق شوفوا هذا كهف الخفافيش لازقة متمرد هالقريد هذي يا سلام متمرد انت كمية حنان كبيرة عند هالقرود وتفليق سبحان الله والله من يوم اني جيت وانا ماسك على هالموز شيخ شكله عجبني شوش كبر حجمه كبر صباتي خلنا ناخذ اليوم نجربه في حدود الواحد كيلو اخذته ب 30 بات يعني حدود 3 ريال اوزع على جروب من اللي معنا اليوم طلعنا وياه الله على الاجواء بدت تمطر علينا تمطر هنا ما يحبون المطر اذا امطرت عندهم هجوا لان تخرب عليهم وتدمر لكن احنا نموت هالمطر الموز هذا شكله يوكل بكشوره شوف كبر حجمه الله اعلم انه بتعيد تجربه سريلانكا الله يستر منها لكن احنا برده من هالعالم حتى وير عالم كبر أستنى إن شاء الله منها لكن عسى أخف شوي تأخذنا الزوارق هذه إلى بعض المحطات ومنها محطة جيمس بوند أهم شيء ليفربول زارق ليفربول بدي تركب الشباب العيد نطلع على هالقوارب إلى كذا محطة ممكن مدة رحلة 5 إلى 4 ساعات ومن المحطات المشهورة اللي كلنا نسمع فيها ولا شفناها مثلي أنا جزيرة جيمس بوند أهم شيء لا أحد يستهين في أدوات السلامة ترى مهمة جداً نطلع مع صديقي خالد وانا الزورق يشيل واجد هذا كوه بناك هي المحطة الأولى اللي راح نتوقف فيها بعدها راح نستغل القوارب المطاطية هذه تاخذنا بجولة على الصخور الطبيعية طبعا هي فيها الواحد اذا جاني ياخذ الحيطة والحذر لانك راح تجي من تحت الكوف في 3 كوف موجودة يسمون الاول غرفة الحمام والثاني غرفة المعيشة والثالث غرفة شارع العسل بدت تنطلق القوارب قوارب تدخل وقوارب تطلع القارب الواحد يشيل 3 اشخاص السواق وشخصين معه تكتمل المتعة عاد مع زخات الامطار يا مال الجنة هالباردة يا ابو فهد برد ولا برد؟ لا برد يعني هو برد هذا ما انت برد على قدر حاضرين نسمي بالله طبعا هو جاره بالفين بات لكنها عن طريق يس يو مسلم يوف مسلم يوف مسلم يس مسلم السلام عليكم لكم السلام فورم سعودي عربية اشفنام ايد لا
نيم رمضان. ما شاء الله رمضان. Yes. My eat يو رمضان. Yes. Eat رمضان ما شاء الله عليه. طبعا هو جارة 2000 احنا عن طريق الشركة كل شيء تكلفته كلها عن طريق الشركة. احنا مرتبين عن طريق الفندق يجيك السايق وياخذه منك ياخذنا ويودينا. هذا طبعا احنا باتجاه الان الكهوف. بدأنا ندخل في اول الكهوف. عالم المصدرة وعالم الموردة. الكهف الأول اللي قبل شوي تكلمنا عنه وقلنا اسمه يسمونه غرفة الحمام. الآن باتجاهنا إن شاء الله غرفة النوم وشهر العسل. عطوا نظرة على صخور الكهوف. شوف سبحان الله. وصلنا الآن في جزيرة جيمس بوند. طبعا هذه هي الجزيرة أو الصخرة اللي اختبأ فيها جيمس بوند وهو ممثل أمريكي مثل فيلمين هنا. في عام 1974 الممثل الأمريكي جيمس بوند في فيلمه 007 جاء هنا ومثله واختبأ في الفيلم داخل الصخرة هذه. بعد اختباء بالصخرة هذه سموه أو سموا الجزيرة هذه باسم جيمس بوند وأصبحت مزار سياحي يرتاده كل العالم يجون تايلاند. اللي معه ملابس سباحة يقدر يسبح على كيفه في المكان هذا. موجود حتى هنا ملابس سباحة لو بغيت تشتري. الجزيرة مثل ما قلنا من أول يقطنها ويسكنها المسلمين. نسبة المسلمين فيها يشكلون 80%. في من الأسواق الشعبية موجودة في الجزيرة. يبيعون هنا اللؤلؤ والمرجان. لكن ما أعلم عاد هي جودتها صح أصلية أو لا. الطاسات هذه والله أنا أحب الطاسات اللي نفس هذه. أخذتها من سريلانكا لكن للأسف خربت. تقول هذه بسوينها منها. سوينا منها بربعمية وخمسين بات. لو تكاسرها بتأخذها يمكن أقل. طبعا يوم أني رحت منها قالت تعال خذها بمية وخمسين. نزلتها من 450 لمية وخمسين. يعني هنا على طول تكاسر وتأخذ بسرعة. هذه الأكواب اللي والله أنا أعشقها بس والله أني إذا أخذها تكسر معي. المملحة والأسود نشوف على كم عليه. يبيعون ضفدع. شو شلون يستخدمونه صوت ضفدع. إذا حد بيصيد ضفادع ياخذ جهاز الضفادع. ملاعق الطبخ يا سلام. والله أني أحتاج أنا واحدة مثل ذلك. أضرني بقى مصنوعة من الخشب. هذه حلوة هذه تجوز لي أخذها بملاعقها. وصلنا الآن إلى الجزيرة. الآن هو وقت الغداء والراحة. احنا في نهاية المطاف الآن خلاص وصلنا المطاعم ونتغدى إن شاء الله. بعد نتوجه إلى السكن إلى الفندق. اللي أسأل عن الرحلات هذه ترى متوفرة حتى في الفندق نفسه. تقدر تحجزها عن طريقه. الكشكات موجودة ومتوفرة أكثر من القشر. مجهزين لنا وجبات الغداء. ربيان المقلي. كل طاولة عليها مجموعتها. لا الحين وهي تطبخ. أكيد إن الرجال المقري بيصير لذيذ خاصة إن واجد وصلنا. الشوربة هذه يسمونها شوربة توم يام أو توم يوم. عندها حمص واحد لنا قلب ناس تكفل الطوف وتبشرك إن هذه موجودة عندنا. شلون نجرب الظهر بالقباقب أو إنها بالمحار. على ما أعتقد إنها محار. من أشهر الأكلات الموجودة عندنا هذا المحار. شوفه لازم تجرب يا خالد. أعطيك منه تكفى يا خالد جرب. خلنا عقب بعطاك بس نقول بسم الله. توقعت أنها ميب لذيذة بس بالعكس طلعت ما شاء الله جدا لذيذة. إذا جيت هنا لازم تجرب الأكل التايلاندي خاصة البحري. غير البحري لا تجرب. تعلم ثقافات دول. بالعكس لذيذة من الحارة. مقطعين الأناناس على شكل سمكة جاهز. طلب منكم يا أخوان أي واحد تابعني مسافر في أي دولة في العالم
تكفى لا تنسن صلاتك، وقت صلاتك لا يطوفك. يعني مثل رحلتنا اللي أمس أو اليوم، نجلس من قبل صلاة الظهر ولا نرجع للمغرب. الوقت هذا يمر عليك صلاة الظهر والعصر والجامع وقاصر، لازم تقضي صلاتك، لازم تصليها. وش تسوي؟ تنتظر لين يدخل عليك صلاة المغرب وتصلي الظهر والعصر؟ ما يجوز، أنت خرج الصلاة عن وقتها. ولكن من الصدف الجميلة حتى أن عندنا مسجد موجود الآن في الجزيرة، تغدينا الحمد لله، الحين بنروح نصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. استمتع وانبسط في حياتك، ما حد يمنعك، فلوسك وحلالك أنت حر فيها، ولكن أنت ملك رب العالمين. صلاتك هي سعادتك ونجاتك. لا دخل عليك وقت الصلاة أد واجب صلاتك. بعض الناس يقول ما علي شورت ملابس ما استرت العورة، ما علي اللي أصرت حارسة على صلاتك، صدقني وتلقى المكان وتلقى اللي يغطي. دخلنا المسجد فيه سجادات وفي حتى وزار تلبسها تصلي فيه، وحتى فيه شماغ موجود ما شاء الله تبارك الله. جزيرة جيمس بوند والله ما بعيد، هذانا السيارة يمكن ساعة ونص على الطريق ما وصلنا، لكن الآن بروحنا الكوفي إن شاء الله يعجبكم، إطلالته حلو. الكافي موجود في الفندق هذا، بحط لكم موقع واسمه في الدور الثالث، وهذه إطلالته على البحر. هذا اسم الكافي، هنا الجلسات الخارجية المطلة على البحر. الله يحييك يا ابو فهد، على قله الكلاهه اطلالة ما شاء الله تبارك الله على الشاطئ. المنظر مع القروب يأسر العيون، شوفوا شلالات الأمطار بدأت تنزل من السحابة، وهنا قاعدة السحابة المطر كميتها داخل البحر. خلونا نشوف السعر كم، بس أنا عجبتني الطريقة هذه حلوة، حطي لك لمبة على الفاتورة. السعر 440 بات، يعني طلبنا لاتيه وعصير برتقال وآيس كريم مع الشبس، عادل تقريبا 40 ريال في هالمكان وهالإطلالة الجميلة. أنا أقول إنه يستاهل. المقهى ليلي وهادي، يفتح الساعة 5 العصر ويسكر الساعة 11 ونص، أفضل وقت لزيارته قبل الغروب نفس وقتنا الحين. أشهد أنها هولت عن السحابة ما شاء الله، يا حولت عن السحابة تحويل. زين ان ركبنا، شو درايشها بلاستيك، سكرها ولا عاد يجيك شيء. اشهد لها هذا المطالب ما شاء الله، هذا لا يقلب فينا والله يهم طيرها. بس ايه والله انسلك في ضربة نوم، الله يستر. من الجميل الشخص اذا سافر الى دولة يجرب الاكل، طبعا اذا سافرنا احنا تايلند نجرب الاطباق التايلندية، لكن ناخذ الطبق المشهور واللي مذاقه جميلة وجيد. ففي تايلند طبقين مشهورة، الأول شوربة التوميام من الربيان طبعا، والثانية كبت كون، نجربه ونشوف. الأسماء قريبة من الأسماء اللي قلتها، لكن لا تدققون واجد. شوربة التوميام بالربيان سعرها 250 بات، وهذه 200 بات الكبت كون بالربيان. طبق الكبت كون رز مع الربيان وشوربة التوميام مع بالربيان، هذه سعرها 250 بات، وهذه سعرها 200 بات بس. وقفنا عند هالفاكهة هذه، والله اني ما ادري وش هي، اول مره اشوفها، ما قدرت بسيطة انا بشوف وش هي، بنجربها. السلام، شوف الامطار، شوف الامطار ثرش والله. يا المتابعين انكم اجاويد احسن ما فيكم، يا رسلت لي حاجه ما اعرفها دال منها ودي عليها، يا ولي منها ويا ولي عليها شويه لما اعطيني برنت عنها. هذه فوائدها كذا، هذه تراها زينه، اكلها كذا، سوها كذا. يا اخي يا حبي لك، خلوكم كذا تكوى على طول. الأماكن المغلقة تحتاج كمان في تايلاند، دخلنا السوبر ماركت فيها مقاضي تحتاجها للشوكليت وبطاطات وعصيرات أو ألبان وحليب،
او مثل واحد عنده عقده من الاكل ويحب انه يفطر في فندقه ياخذها مثل اجبان وخبز. لكن حلال او حرام انتبه، اذا ما تعرف تقرا انتبه. لو جينا ناخذ الاسعار مثلا عندنا الحليب هذا 450 ملي سعره 26.5 بات، يعني تقريبا ريالين ريالين ونص. الكولا 325 ملي 14.5 بات، يعني تقريبا ريال وربع. 10 بيضات تطلع لك 54، يعني حوالي 5 ريال. الرز عندهم اشكال وانواع واجد، في بسمتي وفي عنبر وفي بشاور، اسعاره جدا ممتازه، ما من غلط. 189 ريال 5 كيلو الرز هذا تقريبا بسمتي، يعني ما يعادل 20 ريال. انا من عشاق الشوكليت والكاكاويات، جاي هنا يدور لي اي كاكاو غريب وشكله جديد، بس الله يستر لا نجيب العيد ناخذنا واحد مهوزين ولا في بينقش. هذا اكيد كلكم عاد تعرفونه، روشر سعره على 5 ريال ونص 3 حبات، قريب من السعر عندي. البون فيه 9 قطع 209، يعني ما يعادل 23 ريال. هذا الهرشي 3 اشكال 4 مدري 5 سعره 27 بات، يعني حدود 3 ريال. والله نشوفه غالي مو برخيص. يا سلام على هالكتكات حدود الريالين ونص، شكله حلو هذا. أنا إذا لم أهدي عليه إذا لم كندر أبو ولد أبو صابع بأربعين بات، يعني حدود 4 ريال. في واحد من العيال من السعودية مرسل لي يقول تكفى جيب لي من بطاطاتهم وكاكاوياتهم، أنا ما أدري هو جايزة له ولا بس يبيه إن شاء الله. أمس صورت بطاطليز مشوي يومنا في الجزيرة، أرسل لي واحد قال انتبه يا أبو ناصر هذا مليان زيت خنزير، أنا بغيت تأخذه معي واقف. نص بطة على 215 بات، يعني حدود 23 ريال. رأسها فيها مو مذكة، بس شلون يا رجل انتبه رأسها بالشكل هذا مصلوخ ولهم مصلوخ. حبة دجاج كاملة تطلع 19 ريال برضو مو مذكة رأسها فيها. ألمع على 6 بات حدود النص ريال، عندهم الحجم هذا في حجم أصغر منه بعد. هذا تدري كم ممشانا اليوم؟ الحين على حد 10 كيلو. تمشى في بكت هالشوارع مقطع الرحيل جاي. الحمد لله على السلامة، لا تعب وصلنا اليوم، عطيتك رياضة عسى ما تعب. صح عاد ورا والله شوف عروق عروق طلعت زين لك، انشاط لك اليوم أقل ما مشينا ولا أمس هذا يوم صلى الفندق. هذا هو شارع بنغلورو، واللي يفصل بينه وبين شارع العرب هو الشارع الصغير هذا. الآن راح ندخل شارع العرب، لكن في الليل ما أنصح أحد يجي نهائي. خالد راكب التك تك، وهذه اجوانا على التك تك. اوه العالم تزلق على الشاطئ على امواج. معرض او مسرح فانتاسيا، احنا موفقين اليوم لانه هو يفتح يومين في الاسبوع، يوم السبت ويوم الاربعاء من الساعه 5:30 مساء الى الساعه 10 مساء. دخول المعرض مع وجبه عشاء 2200 بات، بدون وجبة عشاء 1800 بات. يفتح المعرض الساعة 5:30 ويبدأ المسرح الساعة 8 إلى الساعة 9:15. هذا المكان اللي تقص فيه التيكت أو تذكرة الدخول. التذكرة على 1800 بات للشخص، 2 × 3600 يعني ما يعادل 400 ريال، يعني كل واحد 200 ريال. لكن من كثر توصية الناس عليه هذا لابد انك تزوره، لانه مميز ومشهور في بوكيت او في تايلند بشكل عام. فقلنا ان شاء الله نستحق، اذا ما يستحق التجربه نزوره. يعطي العافيه واحد من اخواننا من البحرين ابو نايف بيض الله وجهك، جاني هنا وشرح لي الامور هذه كلها. طبعا هذه ملغيه، هذه وجبه بحريه كانوا يضيفونها على الوجبه الاساسيه اللي هي 2100 للبالغين، الغير بالغين 2000، يعني اذا بتدخل مع وجبه العشاء تدفع المبلغ هذا. أما من غير وجبة العشاء تدفع 1800 البالغين وغير البالغين. نشرح هنا إذا تبي مقاعد ذهبية، عندك مقاعد ذهبية 350 بات زيادة على
المبلغ هذا والمبلغ هذا، فتاخذ واحد من المقاعد الذهبيه للبالغين وغير البالغين. طبعا هذه الان ملغيه، موجود هذه وموجود هذا وموجود هذه. طبعا يبدا العشاء من الساعه 5:30 الى الساعه 8، بعد العشاء وبوفيه العشاء يبدا العرض الى الساعه 9:15 تقريبا، يعني من الساعه 8 للساعه 9:15. تعرفون اللعبه هذه كنا يومنا صار يجينا بشكل صغير، نحط السناره ونصيد الضفادع، يا مغناطيس تمسكها وتصيد الضفدع. يوم 13 مارس هو يوم الفيل في تايلاند، يحتفلون فيه من كل عام لانهم يعتبرونه فخر ورمز من رموز الهويه الوطنيه في تايلاند. اللي بيجي تايلاند وبيلاحظ ان الفيل موجود في كل مكان ولا يكاد يخلو مكان من الفيل، ومقدس عندهم ويعتبر من التراث التايلندي. السبب يعود الى ان الملكه، ويقال ان الملكه مايا، حلمت انها حامل بفيل ابيض في القرن 13، ويوم اصبحت لقت نفسها حامل وقالت هذا هو الطفل الذي سيحكم ويكون ملك تايلند. ومنذ ذلك الوقت الى الان اصبح الفيل مقدس بشكل كبير عندهم في تايلند. فالان طبعا هو ما هو بابيض الفيل اللي موجود في تايلند لانه يعتبر من النوادر، والان موجود فيه 11 فيل عند الملك، ملك تايلند الحالي، وله بابيض يميل ما بين البني والابيض، فهو مقدس بشكل كبير. فاصبحت تايلند بشكل عام ومملكه تايلند تقدس الفيل لهذا السبب. شوف المغاسل عندهم، وين يفتح مع مناخيره. إيه. هذا هو المسرح، هنا بوابة الدخول. تونا انتهينا من العرض الآن. طبعا هم يسحبون الجوالات أول ما تدخل، إذا عندك جوال يأخذونه منك، ما في تفتيش بس يقول عطنا جوالك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ممكن تدخل بجوالك ما دروا عنك بس يقولك عطنا جوالك، لو دخل داخل عادي لكن بجوالك بس، ما أدري وفي كاميرات تصيدك الله أعلم. العرض مثل ما قال واحد من المتابعين ابو ناصر، اول ما تدخله شوي سخيف، لكنك كل ما تستمر فيه كل ما تبدا الاثاره الدهشه. هنا لا تقطعون الشوارع، انتبهوا ترى سواقتهم مكروهه، الدباب ما تشوفه يجيك بزرقه. والمشكله ان هنا اليمين عندنا يسار عندهم والعكس. يا صباح اللي صباح يا صباح، يا مساء اللي مساء مساء. اوكينا على الله، اليوم نودع بوكت اتجاهنا الى بانكوك. مطار بوكيت يبعد عن بوكيت حدود الساعة لو قلنا من سنتر المدينة ومن شارع العرب، وعلى حسب الهوتيل أو الفندق اللي نساكن فيه. صدق إني أحس ما في المطار إلا أنا وياك. شغل كنت بغي أحد فاضي. النوم في أيوه. خلص شراطنا بدري. عشان تجي شراطنا آخر شيء. وصلنا قبل الإقلاع بساعتين ولا كاونتر فاتح. فأنصح اللي عنده رحلة داخلية يجي قبلها بساعة ونص ساعة وربع، لا يستعجل. يا ولد اللبس أنت عندك اليوم حريق، يا حريق الديزاين حقك اليوم مو بصاحي. والله ما أنا ما أعرف بالزي نفسي. إذا دخلتم مطار بوكيت باتجاه بانكوك لازم تمرون على التفتيش ويحطوا لكم اللاصقة هذه على الشناط اللي بتدخل الشحن، تدخل الطيارة. أما شناط اليد العادية هذه فما يحتاج، هذا تاخذها معك داخل الطياره. شوف الاول لاحظ هنا الخطوط القطريه تجي بوكيت مباشره مع خطوط الاتحاد وتوقع الاماراتيه، لكن القطريه والاتحاد توصل مطار بوكيت. نقول جعل فالامر خير وجعل فالامر خيره. كان مقرر الاقلاع الساعه 9:25 دقيقه، لكن اتاخرت 20 دقيقه وصل الاقلاع 9:45 دقيقه. ان شاء الله مده الرحله من بوكيت الى بانكوك ساعه بالطيارة، بالسيارة 9 ساعات.